قولوا ما شئتم عن العيد، ولكن حاولوا أن تجعلوه عيد محبة وتعاون وعطاء. حاولوا أن تدخلوا البسمة على القلوب المتعبة. اجعلوه عيد فرحة لمن فقدت زوجها وابنها، وليذهب عيد الألم والقلق إلى غير رجعة. رسالة اليوم لكم هي قوله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. بدءا من صلاة العيد الجامعة وانتهاء بالعطاء والمعونة، اجعلوه عيد فرحة ومحبة. وفي العيد عادات الكرام لقد جرت ببر اليتامى وافتقاد الأرامل. السلام عليكم.